وشا، الموقع الفني الأول في مصر. هي طريقة ساخرة لعلاج بعض القضايا الاجتماعية أو المشاكل الاجتماعية اللي احنا بنقابلها، المفهومات الخاطئة لبعض الحاجات، يعني زي مثلا موضوع الهجرة غير الشرعية. الواحد بيسيب بلده تعرض للموت، مع انه هو لو اجتهد هنا وطلع اشتغل فيها، حاول يشتغل بجد مش بالطريقة العادية، هيلاقي شغل. يعني فكرة الناس بتقوله مثلا مفيش عمل، لا هو في عمل، بس في عمل للراجل اللي بيفكر ويجتهد بطريقة خارج الصندوق، بطريقة جديدة. انا بتكلم عن تجربة شخصية، ان انا كان ممكن ابقى مثلا موظف في اي حتة النهاردة او بحاول التحق باي عمل في اي حتة حكومية، ولكن الواحد فكر ازاي يشتغل بطريقة جديدة وازاي يطلع حاجة وازاي يدرس وثق اللي عنده، لغاية لما فعلا يلاقي فرصة عمل كبيرة محترمة او حتى ناجح. فده العلاج المشاكل الاجتماعيه كذا، احنا واخدين على غرار هذا كذا كذا مشكله بتقابلنا، 30 مشكله بتقابلنا بالنسبه للمجتمع المصري. احنا دايما شايفين انك انت عليكي دور مجتمعي، وانت بتنجحي وانت بتعملي عمل وانت بتفكري في فكره جديده، لازم يكون عندك هدف مجتمعي. العمل اللي هو بمورال او بمورال هو الذي يبقى. فدايما لو العمل ما طورش من الناس وطور من المجتمع وقدم رسالة للمجتمع فهو لن يبقى. دايما بتشوف في الاخر مردود ده، يا بالسلب يا الايجاب على المجتمع. لو انت بتقدم رساله بتبان بالسلب على المجتمع اكيد هتبقى حاجه وحشه جدا، فلكن لما بقدم عمل بيطور من المجتمع وبيعمل نهوض او بيعمل حاجه كويسه للمجتمع المصري اكيد طبعا هيبقى افضل. المفرد التجاري بالنسبه لي غير المفرد التجاري اللي بيطرح، المفرد التجاري دي حاجه مهمه جدا. العمل التجاري هو العمل الناجح، ولكن تم استخدام هذا التعبير بكلمة تجاري، يعني هو اللي يسوق فبيسوق بأي حاجة. لا ده تعبير خاطئ. المفروض كلنا نشتغل على أعمال تجارية يعني ناجحة، يعني الناس تسمعها. تجاري لازم ده يقدم مضمون ولازم يقدم كلمة، ويجب احترام مفردات الإنتاج أو اللعبة الإنتاجية أو الإدارة الإنتاجية، إدارة العملية الإنتاجية. فده بيكون أفضل إن أنا أشتغل على عمل يفيد الناس ويفيد المجتمع. وشوشة، رئيس مجلس الإدارة محمود إسماعيل، الإشراف العام أحمد الهوالي.